جهود كبيرة وعمل دؤوب تقوم به وزارة التجارة والصناعة من أجل تنظيم أوجه النشاط التجاري الداخلي والخارجي والإشراف على الشركات والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقا لأحكام القوانين واللوائح. العمل على توفير السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وسد الاحتياجات هدف أساسي ورئيس لوزارة التجارة، إضافة إلى التوعية والإشراف على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. دور كبير تقوم به الوزارة في الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها من خلال دراستها وإجراء المقارنات بين أسعارها لضمان استقرار الأسعار وخاصة الغذائية منها، فضلا عن الإشراف على أنشطة الدعم والتموين. ومن الأعمال المنوطة بالوزارة إصدار ومراقبة التراخيص التجارية والإشراف على الوكالات التجارية وأعمال الاستيراد، كل هذا بالإضافة إلى الإشراف على تجارة وصناعة واستيراد المعادن الثمينة ومشغولاتها ومتابعة تطبيق وتفعيل الاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولة الكويت المتعلقة بالتجارة العالمية والإقليمية والمحلية. رسالة واضحة تقدمها وزارة التجارة والصناعة من أجل تهيئة بيئة الأعمال التجارية والصناعية والعمل على ضمان تدفق السلع والخدمات مع تأمين مخزون استراتيجي بصورة دائمة ومستمرة وتسهيل إجراءات العمل التجاري وحماية المستهلك والتحقق من شروط المنافسة ومنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار والعمل على مطابقة السلع والخدمات للمواصفات القياسية القانونية.